السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير أخباركم جميعا. أخباركم جميعا متابعين على يوتيوب على قناة محاضرات الكلية التقنية بالأحساء. طبعا أنا اليوم راح أبدأ في بناء برنامج. زين، هذا البرنامج حق اللي هو موظفي الاستقبال، واضح. طبعا هني اللي هو بالنسبه حق العيالات اللي عندنا هني، زين، احنا عندنا نستقبل اطفال ما نستقبل كبار، فاحنا بنسوي الديتا بناء على معلومات الاطفال. طبعا انا مسبقا سويته هني لكن بطريقه يعني الطريقه القديمه هي طريقه اللي هو الارسال التلقائي على الجوال. الآن لا أسوي فيه قواعد بيانات، فالآن راح نسوي اللي هو هيكلة قواعد البيانات. إذا جيتوا على اللي هو جدول الميمبرز، وطبعا ما بعد أبدأ في الجداول، توي الحين في البداية. طبعا هذا اللي هو draw.io، هذا اللي هو البرنامج اللي أنا استخدمه حق تنظيم قواعد البيانات. ممكن تستخدمون أي برنامج تبقونه، ولكن أنا أستخدم هذا البرنامج، واضح. فالآن أنا بزيد بشيل اللي هو البيانات الموجودة. معذرة، استخدمها بالأخير. طيب الآن اللي بسوي طال العمر إني بأخذ البيانات اللي أنا سويتها مسبقاً بسويها على شكل في قواعد البيانات. طبعاً تكلمنا قبلاً في التحديات عن اللي هو الباسكال كيس واللي هو اللور كيس وغيره. زين، فهني في قواعد البيانات عادةً نستخدم سناك كيس. سناك كيس هو انك انت تكتب اللي هو الجمله كلها باكملها سمول، ولكن بين كل جمله وجمله تحط اللي هو اندر سكور، واضح. فهذه الطريقه اللي راح نتبناها في قواعد البيانات، ودائما في قواعد البيانات معظم المبرمجين يعني يسوون بهالشكل، واضح. فالان هني عندنا اللي هو بالنسبه حق اللي هو الادخال الموجود عندنا هني، من الاشياء اللي احنا نطلبها من المستخدمين هو انه يقول لنا شنو العلاقه بينه وبين اللي هو او القرب، صله القرابه بينه وبين زوجته بالنسبه حق اب الطفل. يعني هذا السؤال حق اب الطفل، يقول له صله القرابه بين الوالدين. زين، من الدرجة الأولى أو ما توجد صلة قرابة، زين، بين الوالدين أو غير ذلك. زين، فهو راح يختار اللي هو الشيء اللي ينطبق عليه. طيب هني أنا بخليها تكست انتري لا أكثر ولا أقل، ما أبي أعقدها. زين، فبخليها تكست انتري بس، يقول لنا هل هو من الدرجة الأولى ولا لا توجد صلة قرابة بين الوالدين أصلا ولا غير ذلك. زين، هذه الإفادة تنفع اللي هو الأطباء في اللي هو تحديد إذا كانت اللي هو المشكلة اللي عند الطفل هل هي بسبب الصلة الشيء وراثي، أو أن هي لا جات طبيعية مع الوقت. فهذا الشيء يفرق بالنسبة حق العلاج، من العلاج يتغير بناء على هذه الإفادة، واضح. فالان اللي هو بنحط هذه اللي هو الشيء صله القرابه ريليشن شيب بتوين بيرنتس. زين، انا سويته مسبقا، فانا علي ان انا بس اخذه واحطه في اللي هو الجدول. طبعا هني اللي هو مشكله هذه الناس اللي قاعده تسقان حاليا انه طويل للغايه. وبيزداد طولا مع اللي هو السناك كيس. جميل، نكبر الجدول شوي عشان نطلع. هذا مو تكبير الجدول.
جيد. هني أيضا عندنا درجة القرابة. أنا ما أدري والله باللغة الإنجليزية إيش معنات درجة القرابة. بس إحنا يعني هذه العبارة ما استهوازية وحس إنها غير واضحة. فأبقي عبارة أخرى. degree of kinship. هذا اللي أعطاني. عموما أنا بأخذ اللي هو كلام جوجل عشان نحن نتوحد على أنا والمبرمجين اللي بيجون مثلا يعني نتوحد على شيء واحد اللي هو نأخذ مفردات جوجل ولا كانت خاطئة أحيانا. طبعا هنا لازم نكون باللغة الإنجليزية عشان يكون underscore فعلي. جيد. مشكلتي أنا وياها الجدول إنه طويل للغاية يعني. هنا طبعا ما عندنا اللي هو فورين كي. جيد. خلينا نشوف الآن. هي عندنا أيضا فذر بروفيشن. اللي هو وظيفة الأب. أنا ما أدري إذا كان هذا الترجمة الحقيقية. ممكن تكتب لنا في التعليقات إذا كانت الترجمة مالت ال يلا كويس مهنة الأب. جيد. Hello, mother profession. اللي هي مهنة الأم. وطبعا البيانات تفيدنا بالنسبة حق موظفين الاستقبال. إن أحيانا يتأخرون الوالدين في استلام الأطفال. فيتبين لاحقا إن الوالدين كلاهما موظفين فهني نعاني شوي. فهذه هذه الإفادة جدا مهمة بالنسبة لنا. أنا ما أعرف حقيقة شو القصة. أيضا هي بالنسبة حق اللي هو عبارة needs المقصود بها هو ماذا يحتاج هذا الطفل. زين. فهني أنا حطيت عبارة needs. زين. بينما في الموقع طبعا هني شيء ثاني. ماذا تعتقد أن طفلك يحتاج؟ بل أنت اختار اللي تبي. زين.
بناء على هذه الإفادة احنا نقدر ان احنا نشوف تقدير الوالدين ونقارن بينه وبين التقدير الأخصائي. زين، فهنا عندنا اللي هو كومبو بوكس باللغة الإنجليزية. هلا والله. بالنسبة حق الإكسل شيت حق البصمة. جميل. الآن بنستمر في اللي هو المزيد من إدخال البيانات أو اللي هو الحقول. أنا ما أفضل البرنامج حقيقة، خلي أغير البرنامج بعدين أكمل. وهستخدم هذا البرنامج اللي هو MySQL Workbench. زين، هذا طبعا برنامج جدا ممتاز، يمكن تنزلونه على أجهزتكم وتلاحظون بالامتياز في اللي هو إدخال البيانات. أنا ما راح أستخدمه حق الـ Database، ولكن راح أستخدمه بس حق تحليل قواعد البيانات لا أكثر. زين، واضح. فبهالشكل راح استخدمه. خلي اوقف بس الفيديو من اجل ان اثبته، بس التثبيت عندكم سهل بس اريدكم البرنامج. للاسف ما ضبط وياي اللي هو ماي سيكول ورك بنش، يعني من المتوقع ان انا اغيره الى شيء ثاني بحيث ان انا بس ارتب اللي هو البيانات. على أي حال، بعد ما أخفقنا في الطريقة الأولى، الآن بستخدم له أداة جديدة. أنا ما أدري أول ما بستخدمها اسمها ABD أو DB، عذرا DB Dialog .io. حلو. الآن راح أكتب اللي هو اسم القاعدة اللي هي نقدر نقول إلت سكولت بورتر إلت skills portal. زين، اي انها اللي هو البوابة حق ال skills. زين، حق المنشأة اللي انا فيها. بداية الجدول الاول أنا ما أعرف شمعات هذي، خلنا نشوف. تجارة إلكترونية، لا ما في تجارة إلكترونية. ممكن نحط بابليك، ما أدري هذا. طيب، نحط members. members as you as an أنا أبغى نفس الفكرة ذي، بس ما أدري والله ليش من برا ذي يجي. مشكلة تبني بالكود، المواقع أبني بالكود حقيقة. يمكن أنا في رفرنس. اها، الجدول موجود هني فلازم احذفه.
زين خلي احذف فريد في الجداول، ما ادري والله اذا احذف فريد في الجداول هل يصير شيء؟ ما اعرف. نبدا بجدول جدول نقدر نحتاج الاكواد هذه. فلذا خلنا نعلقها من طريق تعليق هذه، لا والله ما يجي، أنا لازم أعلق واحدة واحدة. نخلي بس جدول واحد حاليا اللي هو الممبرز اللي احنا بنبدأ به. حلو، أيوة الآن الأمور كلها ممتازة. خلونا بس نسجل الدفول عشان يحفظ كل شيء سويناه. راح أسجل الدفول على GitHub. طول لكم الخيار طبعا. زين نشوف هني السؤال اللي يطرحه، ما هو أفضل رأس لدورك المؤسس رئيس تنفيذي قائد إلى آخره؟ أنا تقريبا أنا مبرمج نقدر نقول، بعدين نقول سبمت. زين حلو، أنا أهم شيء عندي إنه يحفظ مشروعي ذا. حلو خلاص الآن أحفظه، وده شيء حلو حيل 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 جميل. الآن أنا بسوي الجداول فقط، بعدين بأضيف لها الأشياء الأخرى. زين هني عندنا الأشياء اللي ضفناها هني اللي بنضيفها بالضبط كما هي. زين بجي وبحطها في هذا أو في هذه الأداة. زين بغير الأشياء اللي هني بالكامل. طبعا هني لابد انك تحدد اللي هو النوع، معظم اللي هني بحطهم لو فارتشار date time او date stamp اللي ذا ما في تهجنبي اللي هو ذا اللي بحط اللي هو حاليا فارتشار. ايضا اللي هو الفوشل ممكن يكون عبارة عن اللي هو
جواز ممكن نحطه بالشكل. ما أدري إذا صفهم في اللهو ولا رتبهم للأسف يرتبهم زين. فورتشار هني بنحذف ونحط فورتشار نحذف نحط أيضا فورتشار نحذف نحط فورتشار هذا أيضا قلنا قبل شوي إن هذا المعلومة تهم الدكتور وتهم نحن برمجيا نحط فورتشار أيضا. الآن المفروض أن الجدول يكون ممتاز مهيئ بشكل ممتاز. طبعا الجدول نقدر نحل لونه زين. لازم هذا إيش اسمه لازم اشتراك مع مشترك اعتذر منكم عنده فلوس زين. نقدر نصقرها وهذا شيء حلو أيضا جميل. والأحلى أن هي نحفظ الشغل. فالآن بنكمل في الأشياء اللي نحتاجها جميل. needs هي الأشياء اللي يبقونها من الأهوى أو الأشياء اللي يعتقد الأهل أن الطفل يحتاج لها. ما أدري ما أفق فهم زين. أن الطفل يحتاج لها هنا خياج أشوف شيء بس لما أطلع لمن هنا. طيب هنا بقى أشياء عدة. هذه الأشياء والله بقى أشياء كثيرة أيضا. مثلا النيدز. النيدز قلنا أنه هو يحتاجها وين هني. نطلب من العميل أنه يقيم شنو الشيء اللي يحتاج إليه طفله زين. اللغة الإنجليزية خلي إنجليزي زين. السؤال هنا زين. السؤال هو What do you think he needs؟ يعني شو اسمه تعتقد ان طفلك يحتاج؟ فراح نخلي think needs زين. think needs هالشكل. فنجي على هذه ونقول think needs أو think need مثلا. فورتشار ممكن إذا نحطها كائن بعدين ما مشكلة بعدين نربطهم إذا نحطها كائن زين. ففي احتمالين نحن نحطها أوبجكت أوبجكت لاحقا يعني زين. أيضا عندنا number of brothers عدد الأخوان. هذه نحتاج إليها كمعلومة فقط زين. كم عدد أخوان هذا الطفل زين. number of brothers هذا بنخليها أنت زين. عدد بس. هي برادرز هني في الاعداد القديم طبعا الدكتور يقول انه ما يحتاج زين. ما لا داعي يشوف الدكتور انه اذا جينا هني كتبنا ان الاخوان ستة راح يطلع له اللي هو جدول يعبي فيه الاخوان بالكامل شنو اسمائهم زين وهكذا زين. الدكتور يقول انه ما يحتاج بس ما أدري إذا يحتاج أو لا. لأنه ويش لو نحن يحتاج معناته أنه بيكون عندنا جدول جديد. هذا الجدول فيه البرادرز زين. فممكن أن نحن نسوي ممكن أن نحن ما نسوي زين. حاليا أنا بحطه بس كذا زين.
اللي هي هيرز براذرز. بعدين بنقول هني فار تشارل، بعدين بنقول اللي هو اوبجكت. طيب هني ايضا عندنا سيشن تايب. سيشن تايب هي نوع الجلسة، يعني الحين لو نجي هنا هي عندنا اللي هو الجلسة، هل هي حضوري أو عن بعد؟ فهذا شيء مهم، لأن في عندنا بعض الحالات تكون عن بعد، فممكن نحن ندونهم في النظام، لهذا المهم ذي الشيء. فراح نقول له session type، ويكون عندنا اللي هو عبارة عن virtual مؤقتا. طيب بعدين يكون for char. هل دخل الطفل؟ هذه الأسئلة عادة، هذه الأسئلة عادة نسألها الطفل أول ما يجينا. زين، هذه الأشياء المذكورة هنا مهمة جدا بالنسبة للحالة لجلسة الاستشارة، الجلسة الأولى. زين، هذه الأسئلة جدا مهمة بالنسبة حق الجلسة الأولى. أيضا المفروض أنه يكون موجود في الستوري من في الهيستوري مع اللي هو الطفل. فبنجي هني أول شيء بناخذ هذه اللي هو السطر عشان نحن نعزلهم حتى هني. زين، وبعدين بنجي بنحط الأشياء الثانية اللي هي مثلا nursery is called but before. زين، طبعا هني لازم انك انت تحطهم بهالشكل. فارتشار، جميل. هل تعرض الطفل لأي إصابات في الرأس؟ هذا أيضا مهم. خلنا نحط الأسئلة لأن العبارات هذه لأن هل من ما طلعتهم ولا أدري يعني صح ولا غلط. زين، بس أهم شيء تنفهم لاحقا. هل تعرض الطفل لارتفاع في درجة الحرارة؟ طبيعي السؤال انه ايه، كل الاطفال يتعرضون للحرارة، بس ما ادري والله، ربما نسأل اخصائية بالنسبة حق هذا الشأن. زين، هل توجد حالات وراثية مشابهة لحالة الطفل؟ هذا مهم جدا بجلسة الاستشارة مثل ما اتفقنا.
جميل. صلة القرابة بين الحالة الوراثية والطفل، في حالة لا هو الإجابة بنعم مثل على السؤال هذه، شنو صلة القرابة بين اللي هو الطفل اللي يعاني من مشكلة وراثية وبين الطفل نفسه؟ هل يستخدم الطفل الأجهزة الإلكترونية لمدة طويلة في اليوم؟ هذا أيضا نحتاجه. حلو. عدد الساعات المفروض count to text count من هنا لازم one. حلو، وهنا يخليه فارشا، لا يخليه انتجر. زين، بعدين نحط هالحجة. الشكوى الرئيسية عادة هذا يكون ناس يكتب اللي هو الأب أول مرة يجي في اللي هو العيادة. الشكوى الرئيسية هل هو يعاني من ضعف السمع؟ هذا أيضا يجاوب عليه الأب، هل هو يعاني من ضعف السمع أو لا؟ طبعا انا احطها بوليان، فبنحطها نفس الشيء بوليان. زين، نجيب الفلو ونسقها. هل عنده تأخر نمائي؟ اذا نجيب عليه الاب صحيح او لا. زين، هل عنده اضطراب في الايض؟ طبعا لابد ان احنا نحطها على شكل سناك كيس. حلو، ناخذ ذلك لهم. طيب هنا خلنا نجي على هذه نضبطها. هل عنده فرط حركة أو تشتت انتباه؟ زين، هنا يجاوب الأب إذا كان إيه أو لا. أولي الأمر
الأم أحيانا تجي. هل عنده شلل دماغي؟ الله يرفع البركة في ساعة الشاب. هل يعاني من شفة أرنبية؟ اضطراب عصبي لا قوي. هل عنده تأخر عقلي مثلا؟ هل عنده طيف توحد؟ هل عنده متلازمات أخرى؟ عنده شيء ثاني؟ هل عنده عرض صحي آخر؟ هذا ممكن نختمه ولهذا فرج عليه. جيد، الحين خلنا نجي حق أيضا، هي ما هي طريقة تعبير الطفل عن احتياجاته؟ زين، هنا أيضا عدة أسئلة تسأل الأب أول ما يجي. هي كمية عالية من البيانات، ولكن هذه البيانات ما راح تكون كلها إجبارية. ما هي طريقة تعبير الطفل عن احتياجاته؟ أبجان. نيف أرجار. هل يستطيع الطفل تسمية الأشياء؟ أيضا فار تشارل. هل ينتبه الطفل عند مناداته باسمه؟ أيضا فار تشارل. الطفل التقليد مثل تقليد الحركة والتصفيق وكفك ما شاء الله، هل يقلد ولا لا؟ عشان حلو، هل لدى الطفل القدرة على اللعب الوظيفي، اللعب السيارة، صف المكعبات؟ هذا الأطفال ما عندهم قدرة على ذلك. عشان طبعاً عندنا هذه، لو نحن نخليها هالشكل، ممكن عندنا فوق أيضاً في بعض ميزانهم لازم نراجع شوي. فورتشان.
هل يظهر الطفل حركة نمطية مثل الرفرفة، هز الرأس، إياب، التهاب الإياب وغيرها؟ هل يتعلق الطفل لفترة طويلة بأشياء غريبة؟ هذه كلها عبارة عن تحليل بيانات، نحلل الأشياء اللي يحتاجونها الدخاترة ونحطها في البرنامج، بحيث إن إذا جاء الدكتور خلاص كل شيء جاهز قدامه، يشوف الأشياء اللي يحتاجها في قواعد البيانات. أصوات، هل يخاف من الأصوات، صوت الخلاط أو غيرها؟ وهل يتفاعل مع الأهل، يتشارك إياهم اللي هي رياكت، رياكت اللي غير المنافسة حق إلا هي الفريم ورك المنافس حق أنجلا. الآن استوى الجدول حاليا، أنا خلصت. لحظة، بقى آخر شيء، بقى اللي هو الـ is active. هل الطفل ما زال موجود ولا طلع من حسابي؟ كيف هل هو أكتف؟ هل هو فعال؟ زين زين، هذا شيء مهم، بس طبعا يكتب بهالشكل. أكتف أكتف اللي هو سناك كيس. لاست أبديت، آخر تحديث، حدث بواسطة مين؟ زين، أنشئ بواسطة مين؟ حلو، مين راح يكون ديت؟ التايم، وهنا راح يكون object، وهنا في علامة استفهام. entity بالضبط، بس نحط هني عليه object. طيب، وهني أيضا نفس الشيء int، ولكن في الحقيقة إنه أوبجكت. جميل، وهني اللي هو تاريخ التسجيل. وهني راح نحط ديت تايم، ديت تايم. في طبعا نقطتين رئيسيتين،
زين يدور. وطبعا يقول لي ان في خطأ بس ما اتوقع ان الخطأ بالضبط. يقول لي ان في اللي هو علامة نقطة فاصلة منقوطة نسيت انا بس ما ادري وين هي. خلنا ندور الفاصلة المنقوطة. ثنتين بعد. اوه اي والله صحيح نسينا بهالشكل. انا انهيت الحمد لله جدول اللي هو الممبرز لله الحمد منه. الآن خلونا نحفظه. في اللي هو المشروع الأساسي وهذا يكون انتهينا الحمد لله من اللي هو البداية. جدول القائم ايوه جميل جميل بعضها ولا ممكن لها طيبة. يلا حين خلينا نقوم نستعد للرحيل. يعطيكم العافية شكرا لكم على المتابعة والاهتمام.